في خبر عاجل، الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لبناء سد ضخم في دولة إفريقية ويوجه رسالة عاجلة بشأن سد النهضة، وضربة كبرى من الداخلية المصرية وبيان عاجل للمصريين انشر التفاصيل. وهل مصر تدعم وزير دفاع السودان؟ رد قوي من الحكومة المصرية عاجل منذ قليل. ومن جديد مسؤول مصري كبير ينشر مفاجأة هامة عن تطورات حول سد النهضة الإثيوبي. وتفاصيل اعتزال الفنان عادل إمام الفن ننشر أيضا التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، داعية مصري يحلل نقل كلية الخنزير للإنسان. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أول بأول. ادعمونا عشان نوصل لأكثر من 1000 لايك وعشان نستمر. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكثر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا. وفي خبر عاجل، الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لبناء سد ضخم في دولة إفريقية ويوجه رسالة عاجلة بشأن سد النهضة. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر للنجاح الذي حققته الشركات المصرية على أرض تنزانيا لتنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي مع رئيسة تنزانيا أن مشروع سد جوليوس نيريري سيحقق آمال وتطلعات الشعب التنزاني، كما يساهم في استغلال دول حوض النيل لمواردها المائية بشكل مثالي بما لا يؤثر على الدول الأخرى. وتابع أكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة استنادا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، بعيدا عن أي نهج أحادي يسعى لفرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب. وأكدت رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والحياة لجميع شعوب نهر النيل. المصدر معنا كامل صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن يعني مصر لكل العالم بتبين إنها بتبني أكبر سد في أفريقيا، وهو سد جوليوس نيريري في دولة تنزانيا، وبتبين للعالم إن إحنا بنبني سدود مش ضد التنمية الإفريقية أو تنمية دول إفريقيا، ولكن إحنا ضد التعدي على حقوق الشعوب الأساسية والحقوق التاريخية للبلاد، ومنها حقوق مصر في مياه نهر النيل. وهذه رسالة قوية جدا توضح موقف مصر ونية مصر تجاه تنمية شعوب دولة إفريقيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وضربة كبرى من الداخلية المصرية وبيان عاجل للمصريين. تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على قاتل محترف بعد صدور أحكام الإعدام ضده في عدة قضايا متنوعة، ونجح قطاع الأمن العام في تحديد مكان اختبائه والقبض عليه. ووردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها قيام حاصل على دبلوم مقيم دائرة مركز أسيوط مطلوب التنفيذ عليه في 3 جنايات قتل وإتلاف والمحكوم عليه فيها بالإعدام وقضية قتل عمد والمحكوم عليه فيها بالإعدام وقضية شروع في قتل والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بترك محل إقامته واستئجار شقة بدائرة مركز أبنوب. بعد تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها. المصدر معنا كان من صحيفة أخبار اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وهل مصر تدعم وزير الدفاع السوداني؟ رد قوي من الحكومة المصرية عاجل. وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر لا تدعم فريقا على حساب فريق آخر في الصراع الدائر في السودان. وقال شكري في تصريحات صحفية أن مصر تدعم استقرار السودان وتركز على عدم التدخل في شؤونه الداخلية. وأضاف
أن مصر لا تدعم فريقا على حساب آخر في السودان، ويمر السودان حسب يعني وجهة نظر البعض بانقلاب عسكري جديد، حيث أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، أكد التمسك الكامل والالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية. وعلق البرهان العمل بالمواد 11 وال 12 وال 15 وال 16 و 3 ل 24 و 71 و 72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام الكامل بها واتفاق السلام. كما أعلن حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه، حل مجلس الوزراء وإنهاء تكليف ولاة الولايات. مصدر معنا كان من صحيفة أخبار اليوم وآر تي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن مصر يعني بشكل واضح وصريح توضح أنها لا تدعم فريقا على آخر في السودان الشقيق، يعني مصر لا تدعم عبد الفتاح البرهان ضد حمدوك، ولا تدعم حمدوك ضد الفريق عبد الفتاح البرهان وزير الدفاع السوداني. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. أعتقد بنسبة كبيرة، بنسبة 100%، أن مصر تدعم الاستقرار في السودان وضد أي عمليات تخريبية في السودان وضد وقوع السودان. هذا ما نفهمه من المشهد، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر آخر ومن جديد. مسؤول مصري كبير ينشر مفاجأة هامة عن تطورات حول سد النهضة الإثيوبي. كشف خبير المياه المصري عباس شراقي عن تطورات هامة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بعدما أجرت إثيوبيا الملء الأول والثاني. وقال شراقي في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك: أجرت إثيوبيا التخزين الأول العام الماضي بحوالي 5 مليار متر مكعب، والتخزين الثاني الذي لم يكتمل في يوليو الماضي بحوالي 3 مليار متر مكعب، بإجمالي 8 مليار متر مكعب. ونتيجة زيادة الفيضان عن قدرة الممر الأوسط تم تخزين 2 مليار متر مكعب بصورة مؤقتة كان من الممكن الاستفادة منها في توليد الكهرباء، إلا أنه بعد انتهاء موسم الفيضان بنهاية شهر أكتوبر تم عبور الـ 2 مليار متر مكعب المؤقتة دون استفادة. وتابع: ما زالت جميع البوابات مغلقة كما هو واضح من صور الأقمار الصناعية التي تظهر تراجع حواف البحيرة اللون الفاتح. وأشار إلى أن إثيوبيا لم تتمكن من تشغيل أول توربينين المقرر لهما في أكتوبر الماضي، حيث أعلنت وزارة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي الإثيوبي، حورية علي مهدي أن إنتاج الكهرباء سوف يكون العام المقبل. أكد عباس شراقي أنه بهذا يكون التخزين الأول والثاني دون فائدة، فإذا أرادت إثيوبيا أن تكمل الأعمال الهندسية استعدادا للتخزين الثالث فسوف تفتح بوابتي التصريف اللتين تم فتحهما إبريل الماضي حتى منتصف أغسطس لتجفيف الممر الأوسط، ثم البدء في وضع الخرسانة لتعلية الممر الأوسط في فبراير القادم استعدادا لتخزين حوالي 10.5 مليار متر مكعب عند منسوب 595 متر لتخزين إجمالي 18.5 مليار متر مكعب، وهذا كان المستهدف تخزين موسم 2020 ولكنه لم يتم حتى في 2021. وقد تضطر إثيوبيا إلى إبقاء الوضع الحالي كما هو دون تغيير في حالة استمرار الحرب الأهلية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم تيجري. مصدر معانا كان من آر تي، برضو من قرايتنا للمشهد هنلاقي أنه من المستحيل يعني إكمال الإنشاءات في منطقة سد النهضة، خصوصا أن إقليم تيجري يعني قدامه أيام قليلة ويسقط أبي أحمد. هذه وجهة نظري، يمكن حضرتك تختلف معايا، ولكن يعني هيبقى من المستحيل إكمال إنشاءات سد النهضة في ظل وجود حرب. طب الناس اللي هتكون شغالة على أرض سد النهضة أكيد هتبقى عندها مخاوف كبيرة جدا، الحرب دي يعني تصيب الناس اللي شغالة على سد النهضة، مفيش دولة هتضطر أو هيبقى مضطرة إنها تشتغل في سد النهضة في وجود حرب، الدول هتخاف على مواطنيها من هذه الحرب. أترك لحضراتكم التعليق. والمصدر معانا كان من الصفحة
بتاعت يعني الأستاذ عباس شراقي، وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل اعتزال الفنان عادل إمام الفن. وتحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام. قال الشناوي خلال لقائه مع الإعلامي يوسف حسين ببرنامج التاسعة المذاع على الفضائية المصرية: ده مش حقيقي، عادل إمام بيحافظ على صحته وخايف من الوباء، أعتقد أنه لن يقدم عملا جديدا في رمضان القادم، هو ثروة قومية وبنحافظ عليه. وأكد الناقد على أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت بانتشار مرض الترند والحصول على اللقطة. أشار إلى خبر اعتزال الفنان لطفي لبيب الذي تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا وأثار ضجة، وقال إن عادل إمام أعلن اعتزال الأكشن وليس الفن بشكل عام. كما قيل: وضح، نحن نعيش عصر الشائعات، ولكن تجذيب الشائعات الآن أصبح أسهل بكثير. المصدر معانا كان من RT والقناة الأولى في برنامج التاسعة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى، داعية مصري يحلل نقل كلية الخنزير للإنسان. علق الداعية المصري أحمد تركي على إمكانية نقل كلية الخنزير للإنسان. وقال أحمد تركي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: لا توجد خصومة ما بين الإسلام وأي حيوان أو كائن حي حتى الخنزير. وأضاف: النص الصريح في التحريم هو لحم الخنزير فقط، والأصل في الأشياء هو الإباحة في حال عدم وجود نص صريح على حرمة الاستفادة من الخنزير. وتابع على نص صريح في استخدام عضو من الخنزير ونقله للإنسان. وشدد الداعية المصري على أنه لا يوجد نص صريح في تحريم الخنزير، لافتا إلى أن النجاسة في الخنزير مجازية ومعنوية وليست مادية. وقال: في تلك الأمور الطبية يجب اللجوء إلى مراكز البحث العلمي التي تنظر إلى المنافع والأضرار، وإذا كان نقل كلية الخنزير للإنسان به منافع أكثر من الأضرار سيكون حلالا حتما، إما إذا كان الأضرار أكبر من المنافع يكون حراما حتما. وأضاف أحمد تركي: تلك النوعية من المسائل يجب أن يتم الاستناد فيها إلى قرار لجان البحث العلمي، وهي بعيدة عن رأي الدين بشكل كبير. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وهسألكم سؤال: هل أنتم شايفين أن زراعة كلية الخنزير في الإنسان ليه يعني تعويضه عن الكلية المتضررة إذا كان في فشل كلوي لا قدر الله أو أي مشاكل؟ هل حضراتكم شايفين أنها حلال أو حرام مع إثبات الدليل؟ منتظر تعليقات حضراتكم في الكومنتات تحت أسفل الفيديو، لأن رأي حضراتكم مهم جدا. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا IEB بنفس الاسم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أتشرف بمتابعتكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. كان معكم إسلام الأمير وأيضا أبانوب خلفاوي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.